مرحبا بكم في حلقة جديدة من كواليس النجوم. ماذا لو كان الخليج موحدا والعلاقات بين أبناء الخليج لا يقف أمامها حواجز أو حدود؟ إلى هذه الرؤية الافتراضية من المسلسل الخليجي حارش ورش. حارش ورش إخواني وصلوا. بعد رحلة دراسية طويلة قضاياها في العراق تنفيذاً لرغبة والدهما، يعود حارش ووارش إلى الفريج ليكتشفا أن لا شيء مما تركاه ظل على حاله. شلون؟ بيننا وبين بعض الشراسة. حارش ووارش مسلسل كوميدي فانتازي يتحدث عن زمن غير معلوم ومكان غير موجود عبر شخصيات طريفة لكل منها أطواره الغريبة. وين الحبيب؟ وين رايح؟ ترى برا الديرة متروسة أمراض. والله الأمراض ترس بيتي. أنت أكبر مرض أنا عرفته بحياتي، ما له علاج. برا ترس أمراض وصاخة هني أكثر من برا. لا يحاول أبطال الحكاية أن يحسنوا من حياتهم الشخصية، ولكن هم يبحثون عما يضيف إلى الفريج لشهرته حتى ولو كان أمراً غريباً. أنا لازم ألقى علاج لهالمرض. قلت أنا يعني الشعر يعني مو من مستواي أصير الناس إن شاء الله، لكن الحين برجع حق الاختراعات. يشكل العمل عودة للثنائي الكوميدي عبد الناصر درويش وحسن البلام بعد انقطاع لأكثر من 5 أعوام لعدم وجود نص يجمعهما كما أرادا، لكن يبدو أن الخيال في نص حارش ووارش كان الدافع المشترك للعودة من جديد. زين أستاذ حارش، يعني بما أنك أنت أخوي الكبير ودي أسألك سؤال. لا تسألني شلون كان شكلك وانت صغير. لا ترى هالسؤال راح يفتح عليك باب من تقده. لا هذا واضح شيء. انت من البدايه ولد شوكه وبعدين قلفوك وحطوا ورده وصرت ادمي. شراكه مميزه بين المؤلفه مريم نعوم والممثله نالي كريم في مسلسل تحت السيطره الذي يتحدث عن عالم الادمان. حاتم روتيني جدا. مريم مش متوقعه. تناولت الكاتبة المصرية مريم نعوم في نصها تحت السيطرة قصصاً حول الإدمان والمدمنين عبر زوجين يقوم بدورهما ظافر عبدين ونالي كريم. أنا قلت مش هشوفك تاني أبداً. تحت السيطرة هي فكرة كانت برضو بتاعت أستاذ جمال، اشتغلها من فترة مع مريم وتامر، تامر محسن هو المخرج، وكانت الحدوتة اوريدي موجودة يعني، فهم كلموني على القصة نفسها. فأنا بيني وبينك لما خرجت من سجن النساء ما كنتش عايزة أعمل حاجة تشبهه فيها، لا مش تشبهه، بس ما كنتش عايزة حاجة فيها دراما تقيلة ونحضر المناديل وكده. لا يقوم العمل على مسألة الإدمان بل على فكرة التعافي منه وكيفية اندماج الشخص المتعافي مع محيطه من جديد كشخص طبيعي. المشاكل النفسية اللي بتدور أو اللي بتدور جوه شخصية كل حد في المسلسل، كل شخصية في المسلسل وعلاقتهم ببعض في التطورات اللي بتحصل بقى مع الأحداث مرورا بالأحداث في إطار اجتماعي كده يعني مختلف شوية عن اللي احنا بنشوفه دايما في المسلسلات. بعد أن اختفت الطبقة الوسطى إلى حد كبير من الأعمال التلفزيونية، يعود هذا العمل ليذكر أنها تشكل البنية التحتية لأي مجتمع. هو ممكن شخصية لأن مقدمة هي من الطبقة الوسطى صحيح، لكن في العمل ككل فما يعني العديد من الخطوط الدرامية. الخط اللي أنا موجود فيه صحيح اللي هو من الطبقة الوسطى، لكن فما خطوط أخرى من طبقات مختلفة. لكن الشيء اللي نقوله واللي هو أظن يعني حسب قراءتي للسكريبت والأشياء اللي صورناها إنه قريب من الناس. ده ميت عايش أو ميت مش فرقة. تحت السيطرة مسلسل جديد لأنه يقدم قصصا إنسانية ويكشف عن تساؤلات كثيرة عن الإدمان وعن رد الفعل القاسي للمجتمع تجاه المدمن وإن كان تائبا. آخر فرصة. بعد مرور زمن طويل تعود دنيا وصديقتها طرفة لتعيش قصصا جديدة في دمشق. إلى دنيا أسعد سعيد مع شكرا مرتجى وأمل عرفة.
يجتمع شمل دنيا وطرفة من جديد بعد مرور سنوات طويلة، إلا أن الدنيا لم تغير دنيا التي ستعود إلى العمل في البيوت لتعيش مغامرات جديدة ولتسبب متاعب أكثر لكل من يستخدمها ويسمح لفضولها بالتدخل. هذا المغضوب جوزي كان يشتغل مع واحد ابن حنان، أنا يا ما كان أمه هادي وعم يشتغل. قاعدة شعبية واسعة جدا حققها الجزء الأول من المسلسل قبل 15 عاما، دنيا الخادمة الفضولية التي تتسبب دائما في مشكلات لا تنتهي والتي تكون غالبا بسبب فضولها الزائد، شكلت للجمهور البطلة الساذجة التي تنصر الضعيف وتساعد المحتاج عبر مواقف مضحكة لا تنتهي. دنيا انت قدك تحني عن المشاكل بقى، حني عنها لهالبنت، انت ليش بتخني عصك بشي ما بيخصني؟ بس بحكي قصتها للبنت. اسمع، ايمن رضا ينضم في الجزء الثاني الى امل عرفه وشكران مرتجى ليلعب دور محروس زوجة طرفه الذي يحلم بانجاب صبي، لكن حياته تنقلب راسا على عقب بعد ان يتهجر بسبب الازمه من ضيعته الى المدينه. يعني دنيا صورة سماء؟ أيوه. طيب أحكوها من الأول يعني حكايات دنيا أسعد سعيد وفريقها لن تنتهي، لأن بيوت الشام وأهلها ينامون كل يوم على حكاية. لا ما تفرجها لحال القصة ما بدها تحكي، رزقها بدها طول كفاية ومرعا ثلاثة أدوار يلعبها الممثل والنجم الإماراتي بلال عبد الله في دراما رمضان 2015. دعونا نتعرف مع بلال إلى هذه الأدوار. أدواري السنة في شهر رمضان قدمت ثلاث مسلسلات. مسلسل حارش وارش اللي يقدم على قناة أبو ظبي بعد الإفطار، مسلسل كويتي كوميدي، وأيضا مسلسل القيادة الجزء الثاني اللي يقدم على سماء دبي. شخصية مغايرة جدا، شخصية شريرة جدا، حقيرة، سوري على الكلمة هذه، ما في قلب رحمة نهائيا. وفي مسلسل عناقيد النور اللي يقدم على قناة أبو ظبي بعد منتصف الليل الساعة الثانية من الليل، شخصية يعني ما نقول سوية ولا شريرة، نوعا ما مو معقدة. الحكيم متأكد من التحاليل المجهرية والمخبرية والنفسية للعلاقة بمرض الأطفال بإصابتهم بالمرض بعد ما أكلوا البقصة من عند عباس. أنا أحب العمل الكوميدي. لما كلمني أخوي وزميلي حسن البلام أنا سعيد أن أتعامل معه، والعمل خفيف كوميدي، الناس بحاجة للكوميديا في الحال الوضع اللي نحن عايشين فيه، الوطن العربي، الأزمات والمشاكل يعني البلاوي اللي عايشين فيها، فمحتاجين للابتسامة. فأول ما قال لي النص قرأته عجبني الدور، وافقت وشاركتهم. بالعكس الابتسامة صدقة رها، نحاول نقدم ابتسامة لوح بسيطة بس. مسموم شباب يطقون الشرطة، أبي تفسير الموضوع. ما بس اهدى، أنت مالك أنت بس اهدى، الحين أروح للحرس وأجيب لك التفسير. خلص يا إبراهيم، أنت قايد شرطة مو شندة في البيت. أنا ما شارك إلا في عمل واحد، يعني ما أصور في نفس الوقت مسلسلين أو ثلاثة، أصور مسلسل أنتهي من الشخصية بعد دراسة الشخصية وأكملها أصورها أشتغل عمل آخر. عشان شي لما خلصت القيادة بعد القيادة اشتغلت حارش وارش، إذا الفرق كان زمني ما يقارب شهر، فنفسيا استرجعت ذاكرتي وبديت أشتغل على الكوميديا، لأن القيادة شخصية شريرة وحارش وارش شخصية طيبة وكوميدية. اما مسلسل عناقيد النور صور قبل سنتين، ما عرض الا الان لاول مره يعرض. الى الجميله سيرين عبد النور التي تقدم مسلسل 24 قيراط حيث تغير فيه حياه رجل شرير. دور ميرا دور امراه تشتغل بحضانه مع الاطفال، فيها كثير من البراءه والطفوله والمشاغبه مع الاطفال، وبتتحمل مسؤوليه كثير كبيره من بعد ما تلاقي شخص شبه ميت اسمه ادم، بتسميه آدم لما بتكتشف أنه هو فاقد الذاكرة، وبتصير بالنسبة له هي أمه وبيته وحياته وذكرياته.
هيك عدم هيك هيك نقص شقفة. يلا هلا انت أنا عشان كيرات بالنسبة لي هو عمل كامل متكامل إنتاجياً وكتابةً وإخراجاً مع أستاذ ليس حجو كمان مخرج لعبة الموت المبدع أنا بالنسبة لي. والممثلين الموجودين هي نخبة كتير كبيرة من الممثلين اللبنانيين وممثلين سوريين ومن مصر طبعاً جميعاً. نحن عائلة واحدة يعني نشتغل على قلب واحد لإنجاح هذا العمل. أنا شخصياً دايماً كنت أقول ولا مرة بتوقع أنه هذا العمل بده يكسر الدنيا يعني ولا مرة قلت هالشي بدل عندي خوف عميق ولو حتى بتشوفي ابتسامة على طول وعيون عم تبرق بس بيكون جوا في خوف أنه هل يا ترى رح ينجح خاصة أنه في منافسة عالية في ناس موجودة كمان على الساحة وعم تقدم أحسن ما عندها فهل يا ترى رح خاصة برمضان يعني هل يا ترى العالم رح تميزه عن غير عمل رح تحبه رح تلاقي النكهة خاصة فيه هلا بدنا نفوت شوي لهون لحتى تلبس ثيابك لأنه في ناس بدهم يشوفوك أوكي ثياب إيه من نلبس ثياب يعني كيف دكتور فاضل لبس ثياب ودكتورة جهان وليك هذا الزلمة المارق من هون لبس كمان ثياب وأنا كمان طلع فيي بتعرفي هيدا مش اختياري لإلي أنا مع إنه أنا كتير ممنونة يعني هيدا اختيار منتج اختيار جمهور قد إيه بحب الكابل أوقات يعني من خلال السوشيال ميديا بتصيري تكتشفي العالم يعني لما بيعرفوا إنه في مسلسل أنا وماكسيم بتلاقي في سعادة مطلقة يعني يا شو بنحبكم مع بعض وإيه كترولنا وعملولنا جزء تاني وتماما نفس الشيء مع أستاذ عابد فهد فهذا الشيء بيسعدني بيحمسني أنا كممثلة إنه هالقد العالم حابين وجودنا مع بعض فليش لا وهون في إذا بدك بنخاف يعني إحنا كممثلين أوقات نحكي مع بعض إنه منخاف نعيد التجربة أكثر من مرتين يعني ثالث مرة بنصير نحن خايفين إنه هل يا ترى رح يزهقوا منا أو هل ممكن نحن نقدم شيء جديد مع بعض لازم نرجع نختار إنه نشتغل مع حدا تاني ف ما بعرف قد ايه صحي صح الموضوع ودائما يعني الاراء الاخير للجمهور ما بعتقد ولا بآمن بفكره انه اذا رجل بيكتب احسن لرجل والمراه بتكتب احسن للمراه ما بآمن بهذا الموضوع ابدا يمكن الرجل بيشوف المراه بعين المراه نفسها ما بتقدر تشوف حالها فيها او غيرها فيها بيكمل يعني ممثل محترف وموهوب استطاع أن يترك أثراً كبيراً من خلال الأدوار التي يختارها بعناية إلى موقع تصوير مسلسل تحت السيطرة للقاء محمد فراج علي في المسلسل طبعاً ما عملتوش قبل كده وحتى نفسها كمان الشريحة نفسها اللي أنا اللي فيها علي جديد علي فده كان محقق لي نسبة كبيرة قوي من انبساطي أو بالضبط أن أنا ساتسفايد وياخل وأنا ساتسفايد بلاس بقى طبعا في عوامل تانية كتير جدا زي اولا استاذ تامر محسن المخرج العمل ودي مش اول مره اشتغل معاه دي ثالث مره اول مره هشتغل مع استاذه مريم نعوم اول مره هشتغل مع نيلي كريم اول مره اخش شركه العدل جروب مع استاذ جمال العدل فكل دي حاجات كانت بسطاني جدا اكتر ومخلياني متحمس اكتر للموضوع طب وعارف انها كانت مصاحبه جوزي انه لسه بيوحش اولا انا يعني الموضوع بالنسبه لي فكرة انه اي عمل بيتعرض عليا سواء فيلم او مسلسل اي حاجة انا بحب كمحمد فراج انا بيني وبين نفسي انا بحب الاختلاف بحب مش يعني طبعا مش هعمل شخصية شبه انا حاجة عملتها بكده ولكن حتى نفسها الشريحة كمان وده كان مأثر عليا الفترة اللي فاتت الكام سنة اللي فاتوا فكرة انه بلعب شخصيات او بتعرض او بقبل ادوار في اعمال في نفس الشريحة الشخصيات ملهاش علاقة ببعض ولكن كلها شقة وتراب يعني زي القشاش كان نجار بدون ذكر أسماء كان متسول طرف ثالث كان ميكانيكي الكلام ده الأدوار ملهاش علاقة ببعض ولكن نفس الشريحة في شقة وفي تراب في الشخصية فببقى عايزة أعمل سويتش عندي أنا أولاً كممثل ببقى عايز أستمتع بشغلتي
وانا بشتغل، وفي نفس الوقت برضو علشان اللي بيتفرج عليا يشوفني بشكل مختلف. علي انا مش عايزه ارجع البيت. يا ريت يا ريت يا هانيا، بس ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ انت يا بنت انت مجنونه بس، ها؟ ما فيش هنا اي حاجه خالص ليها علاقه بالنفوخ. لا بسيبه في البيت. طب قوليلي مش عايزه ترجعي البيت ليه؟ فوزير نيلي، فوزير شريحان، فسمير غانم، رأفت الهجان اللي كانت بتيجي في رمضان، الشهد والدموع، بس كنت لسه صغير شوية. يعني لسه مش قوي، والحاجات اللي كلنا تربينا عليها، اللي كلنا دلوقتي بنشوفها بنعمل كده هو. يا لازم تقولي يا وتعملي كده هو. ليه؟ بتشوفي، أنا عن نفسي واحد من الناس بتفرج على حاجة، مش بشوف مثلا الممثل في التلفزيون وهو بيعمل الحاجة بتاع زمان، لا أنا بشوف نفسي وأنا قاعد بتفرج عليها. يعني انا بيجيلي فيجن كده اول ما بشوف مثلا فوازير سمير غانم او فوازير شريهان او الحاجات اللي احنا، او بوجي وطمطم، اي حاجه من الحاجات التاريخيه الجميله قوي اللي احنا اتربينا عليها. ما بشوفش ايه اللي بيحصل في التلفزيون قد ما ببقى شايف نفسي وانا قاعد ومتخيل الصوره او الحاله اللي احنا كنا فيها انا واخواتي واحنا قد كده مقردنين وقاعدين بنتفرج على التلفزيون بعد الفطار وما اعرفش ايه وبتاع. ده اللي بيخليني اقول ياه واعمل كده، فاهمة قصدي؟ بروح في حتة تانية خالص يعني. إلى فقرة خلف الكواليس، وضيفنا لهذه الفقرة فنان من نوع خاص. أنا عمر عبد المحسن، 46 سنة، منهم 20 سنة في مهنة المكياج، مكير مسلسل عادي، بقالي 20 سنة في المهنة. كل من يحب المهنة دي هتبقى سهلة جدا، بس يحبها صح. بقرأ السيناريو، أعرف الشخصية، طيبة شريرة، ببدأ أرسم التيب في دماغي لحد ما يجي الفنان، نشوف على الوش، بنتابع في إضافات بقى حسب تفاصيل الوش، حبينا نضيف شعرايا، نغير شنب، ممكن يبقى بدون شنب، شعرايات بيضة، شعرايات رزي كده حسب الشخصية ذات نفسها. دلوقتي مراحل الفينش بالنسبة لدقن الضوي، تاخد الفينش النهائي بحيث يبقى الضوي هتشوفوه طيب بس هو مش طيب. أول شخصية بتقابل الفنان هو المكير، أول غرفة بيدخلها غرفة المكياج لرسم الشخصية في البداية. فبالطبيعي المكير هو صديق الشخصي للفنان. تصنيع المواد ده يعني من تاج العشرين سنة خبرة، يعني شفت كبار الماكيرات بيصنعوها، بس كان في بعض العيوب يعني تلاشيتها ودخلت انا حاجات خاصه بقى بالنسبه لي، حاجات ضفت حاجات طبيه وحاجه تمسك يعني فيها سترونج يعني تبقى اقوى في اللزق، غير انها ما تاذيش البشره بالنسبه للفنان. ابشع شيء ان احنا ما عندناش الضوء. بس نحن نعمل في صمت، يعني لأن 20 سنة ورا الكاميرا بس، يعني ده أول ظهور لي أمام الكاميرا، فده صعب برضه. هذا كل ما لدي في هذه الحلقة، ألقاكم غدا مع نجوم جدد ومسلسلات جديدة.